تمام، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بينا نكمل لعبة فاشون سيموليتور الحلقة التانية. شوف هنعمل ايه في المحل بتاعنا النهاردة. بقى كنا حاطين احنا الاسعار، انا نسيت بتاعت بتتحرك ازاي. ثانية واحدة. اها يا ولية. صح، منين نكتب السعر؟ اسهل 30، ده لسه محطيناه السعر. طيب 35. افتح يا ابني المحل، يا رب ارزقنا يا رب. ها، اهم حاجة مش تعمل لايك سبسكرايب وشير قبل ما نبدأ كده. شكرا مشتركين جداد، نورتوا. لو بيكون القناة عجبتكم فيديوهات لابينا. اول حاجة عشان دي برودكت 200، معانا دي 300. لا احنا معانا بضاعة، احنا محتاجين بس فرنيتشر. ده شيلف تحط عليه 5 بس، وده تحط عليه 10. هو 10 ده يعني اقل حاجة. معلش سوري نسيتكم، معلش انا اسف. 5، اتفضل، مع السلامة، نورتنا، مع السلامة. نط بشيلف جديد. هو انا كان في ده بتاع خلصت يا راجل، مش بالي. طب احنا كده محتاجين فلوس عشان نشتري بضاعة. 90، يلا مع السلامة. 15، مع السلامة. اوردر برودكت، انا هنحطه متقلقش عليا، استنى بس. برودكت كام؟ برودكت تاني نشتري جينز هيتعلق على الرفض عادي. صحيح، يا لهوي 205 يا قفرة. التيشيرتات هي اللي مش مكلفة. ده استنى، محتاجين نجيب لسه فلوس. استنى خمسة كده البضاعة بتخلص. استنى نقدر نطلب البنطلون. يا لهوي في ايه ده، انا عايز اغليهم. استنى 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 يا عم. 40 باكج ده لحق. طب استنى ثانية واحدة نخلص دول. 30، مع السلامة، نورتنا. 30 برضو شيك بوينت. 40 بيعيط، مش مهم. هو انت يعني بتعيط على اللي انا ما غلتش. استنى، ده ايه ده؟ نطيت جنبه، يلا جنبه. بنطلون وفي الاخر 5. بنطلون جينز ب 200 جنيه ليه؟ حرام، خفرة. سيت برايس ده 5، خليه ب70 يابا، خليه ب70. لسه في حاجة تانية؟ خلاص صح. بوكس امتي، هو امتي فعلا. خرج ارمي سكيب. احنا محتاجين لسه نطلب بضاعة. استنوا علي. 15، اتفضل. 281 ك
خلينا نجيب تيشيرت اسود ورخيص. وهات انا 81 الوايت توب بتاعها تيجي يجي. هات يابا 31 ماشي. خد البنطلون، بنطلونين جينز. روحت الحاجة كويس انها بتيجي بسرعة. ده مش ده لبس بنات. طيب لا ارمي هوت برايس بسرعة بسرعة. 25 35 يلا. اوبن افتح علق علق ارمي حط السعر 15 25 يابا 25 الاسعار دي. ده انا بتخرب بيتي. ارمي يلا بينا جايلة. ايوه 70 مع السلامة. 70 برضو مع السلامة. تاني 155 مع السلامة. طيب احتاج نشتري تاني. هذا الأخ مع الأخ 407 407. يا لهوي لا يا قفرة 900,000 جنيه. 1000 جنيه ليه؟ عايز ايه؟ لا مش عايز شكرا. مش هتفرج على اعلانات. انا البضاعة بتيجي بسرعة دي احلى حاجة. انا حسبتهم تقريبا ولا فين؟ دقيقتين ليه؟ بص يا شمال مش منزل مليم في الحاجة. 15 اتفضل. وما بيشتروش ليه؟ هو انا بنطلون يتيم يعني. جيتوا عندنا وخلاص. بص اوفر والله. بص عرض مش هتلاقينا عند حد خالص. شفت اي حاج؟ ايه ده ستة 60 تعالوا ايه 65 99 تقريبا. جاي ثانية واحدة. بطلبها من 10 جنيه مش عارف ليه. 70 35 اقفل المحل. خلينا نحط بقى الحاجة براحتنا. وبنحط سكيب تمام. ارمي هذا لما هو بعيد عن اخواته كده. حط انا عايز اعرف هشيل حاجة وازود. خدو ارمي ارمي تاني. تمام افتح المحل. نستنى بقى. استنى الاسعار ايه ده؟ هو انا مغلي قوي كده ليه؟ ماركت برايس 25 25 50. رخصت والله رخصت ما انا عارف هو اوفر فعلا. انا رخصت 25 مع السلامة برضو. لا اتفلقوا بقى مش فارقة. عنكم ما اشتريته في يا جماعة مش الدرجات دي يعني.
انا يعني ببيعه بضعف السعر، ما فيهاش حاجه يعني. نستنى ان شاء الله حد هيقبل بخاطرنا ونشيله. ايوه هو لو ده هشيله. حيوان برضو. 25 خلي عم 45. ها خسران انا برضو. وجل ما زهقنيش. ده 15 مش كتير برضو يعني. الخيمة دي هو انتوا بتخشوا تبصوا على ده وسايبين باقي يعني؟ في تلات تيشيرتات عايز اخلص منهم والنبي عشان ارص بضاعة. يا لهوي نشن في حتة فيها يا جماعة. ايه جو الفصال ده؟ 23 ومش منزل تاني. وانت عشان زهقت منك. 40. ها يا رب. انت خدت ايه؟ ما انت خدت اهو. واخده 40 ماشي. ويلا ويلا انتوا زباين غلسة. يلا يا بابا امشي. يلا بابا يلا حاج امشي. يلا يابا. طيب يخرب بيت خمتك. هي التيتا دي اللي هتيجي تنفعنا ان شاء الله. هدايا لاحفادك او عيالك مش عامة يعني. واطي يا تيتا واطي. يعني انت ما تبصش على باقي البضاعة ليه؟ 35 كفاية كفاية. هنزل في سعر امه ايه تاني؟ كفاية ابيعهولكوا ببلاش. امشي يا حيوان ادولك وعليه فلوس. عامل ايه تاني انا؟ ربيتك. 12 الله في داهية. الراجل بياخد اهو. 35 ما تشيلوا التيشيرتين اللي عايز اخلص منهم دول. خدوا بقى خد واحد كمان. يلا خد واحد كمان والنبي. 35 مع السلامة ما شاء الله. 93 مع السلامة. 35 مع السلامة برضه. ايه ده في ايه؟ ده هنجت اللعبة فاضية. ثانية واحدة. تمام وانت مش هنجي نفسي افهم. انا مش عارف. افتح يا ابني افتح. نحاول نكسب شوية فلوس لما نقفل. هو ب50 هبيعه ب70. ها رخامة رخامة برخامة بقى. زهقتوني في عشتي. ده ناقص يخشوا يفصلوني. مش عاجبهم اي سعر ما شاء الله. وانا فتحت في مصر ولا هو مش عاجبه السعر وهو واخد؟ مش انا مخدتش بالي يعني. انا مخدتش بالي. امشي حيوان امشي امشي. ده انا هتشلي منكو. اعمل لكم ايه تاني؟ انا مرخص على رد ما اكسبش فيه حاجة. هات يا عم احنا نجمع والله. لو عرفنا نجيب الاستويج الودي ابو 1000 جنيه ده شكلنا عمره ما نعرف نجيبه كده ولا حاجة. عيطتي لبكرة الصبح. ازاي ده يخشوا يقلبوا مش عاجبهم الاسعار؟ طب اعمل ايه؟
هيعيط. ايوه عيط عيط، هيبص على التيشيرت. لا جاي لي على طول. عيط انت كمان، يلا بالمرة. ٢٣. ده ايه يا حاج؟ ده عاوز ٢ جنيه بديله الفلوس اللي دفعها اساسا. يلا نقفل ام المحل اللي مش جايب همه ده، روحوا يا جماعه. يلا يلا ده يلا والله يا عم امشي من هنا. فيش فيش يخرب بيوتكم مدينه على معفنه جلده، مش في عيد وجعت تشتري هدوم. بس ايه هو هو حلو كده جبت النهارده ٨٢٩. نجهز البضاعة الحلقة الجاية، نجيب ايه مش عارف. استنى وايت جينز، هدا وهات وايت تيشيرت، جراي جينز، هات كذا حاجة يعني. ٧٥٠. تمام. ايه تاني كده؟ خلاص خلصنا. لا خلاص كده خلصنا. لا ايه يا حاج استنى. هحط الحاجة الأول دي التاني. طيب هات ده قلنا ده ده، وهات ده والتيشيرت اشتري. بس اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. انا عاوز تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان انا ايه اتخنقت من الزباين عمالة تفاصل دي. ماله ماله، هو سعره ٢٥، ببيعه ٣٥، مش عاجبهم مش عاجبهم. والاخ ده كان بكام؟ الاخ ده بكتب فيه ٢٠ جنيه، كوست ٤٠. اهو يعني بكسب ٣٠، بس هو سعر الماركت بتاعه ٥٠، انا ماليش دعوه. خلاص اللعبه لا بس عشان جديده متعلق وفيها جليتشات، يعني لسه منزلها تحديث حطوا فيها اسمها ده برودكت جديد، ٢٠ منتج تدعم جداد، فهم لسه يعني شغال عمالين ينزلوا تحت تحديثات اللعبه. ان شاء الله اشوف ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. لو ممكن مش عجبكم معاكم شمرك سبسكرايب شير. سلام.